اللي عندنا هنايا اول مكون اللي غنستعملو في المقشر ديالنا اللي هو السكر، ثاني مكون اللي هو زيت جوز الهند. زيت الهند البنات رائع بزاف في الترتيبيتين وكيعطيهم حتى واحد التفتيح. وهنايا عندي شويه ديال الحامض، غادي نديرو عندي تقريبا هنا قياس معلقه كبيره ديال السكر سنيده، غادي نزيد عليه تقريبا واحد قياس معلقه صغيره من زيت جوز الهند كما كتشوفوا هكا، تقريبا واحد معلقه صغيره بحال ما هكا كمين حكي ديال غادي تكفيه ليا. غادي نعصر عليه الحامض وغادي نخلطهم. كما كتشوفوا البنات كنحصلوا على هذا الخليط بحال ما هكا، هذا المقشر هكا كنبقى نهزو كنديروا اليدين ديالي بهذا الشكل هذا، كنهزو مباشرة قبل ما يذوب ليا السكر، لأن السكر يقدر يذوب ليا مع عصير الليمون دغيا كيذوب، حيت باقي كيذوب الحبيبات ديال السكر. هنيك هذا كنبقى بحال ما هكا ندير واحد نفرك البنات غير شويه بزاف، لأن حتى هاد الجلدة ديال هنا كتكون خفيفة، وأنا أصلا من الناس اللي عندي غير نيفة بزاف هاد الجلدة هادي، بحال كتبان بحال تخونسبار، المهم غير بشويه بشويه باش منجرحوهاش. الحبيبه ديال السكر ما نساوش حتى هنايا، حتى هنايا باش نحيدو دوك الخلايا الميته باش كنشتغل ديال الدار اللي بخدوي اللي كنستعملو ديال التنظيف ولا الخضره اللي كننقيو كاع دوك الحوايج كلهم، البقايا اللي كيبقاو كيكون بحال التصبغات هنا ديال يدينا، كيكون ما صافيش فيه شي صخوريه فيه يعني كلشي من هنايا ومن هنايا من اليدين من اللور من القدام، وهاد الجناب ديال الضفار تما. المهم كنبقى هاكا المقشر وكنخليو في يدينا تقريبا واحد المده 5 ديال الدقائق عاد كنغسلو، غادي نخليه انا 5 دقائق وغادي نمشي نغسلو وغادي نرجع معكم ان شاء الله. اهلا حبيباتي كيف حالكم اش اخباركم؟ اليوم ان شاء الله راح نسوي معاكم كريم مرطب ومفتح اليدين. اول شيء حضيف كريم النيفيا، الكميه اللي انت تحتاجيها ما حيقيدك في كميه معينه. اضيف عليهم شويه زيت الليمون، ما يصير تستبدلي زيت الليمون بالليمون العادي. وهنا انا عندي من قبل زيت الجلسرين وزيت لبان الذكر، خلطتهم مع بعض وحطيتهم في علبة، نضيف شوية دحين اخلطهم مع بعض لين يتجانسوا. شوفوا هنا ما خلطتهم في الخلاط الكهربائي، انفصل الزيت عن الكريم، نضيف شوية عكر فاسي ونخلطهم في الخلاط الكهربائي ونرجع لكم. شوفوا كيف صار القوام كريمي، حطيها في علبة واستخدميها كل يوم ترطب وتفتح اليد. اهلا وسهلا، الفيديو هذا انطلب مني كثير، فيديو كامل عن طريقة الاهتمام باليدين لعلاج مشاكل الاسمرار والجفاف. نبدأ بعناية اسبوعية 3 مرات في الاسبوع، عبارة عن ملعقة ملح الحليب تلاقونه متوفر في الصيدليات ب5 ريال وملعقة ماء الورد، ونحركهم كويس وبعد كذا نفرك اليدين فيهم لمدة 10 دقائق ونغسل بالماء. العناية اليومية عبارة عن قطن وسكين الليمون، نمسح مفاصل اليدين وبعدها نغسل بالماء ونرطب هالمرطب اللي عبارة عن ملعقة جلسريد ونص علبة كريم فيراند لافي. العلبة الصغيرة نخليه على اليدين عادي كأنه مرطب عادي، خليه عندكم مدينتك وقبل تنامين وأي وقت تشوفينه رطب يدينك. المرطب هذا مع الاستمرار راح يبيض بشكل ملحوظ، استمري عليه لأنه الاستمرار أساس كل شيء، والروتين جدا مهم للعناية باليدين، اعتمديه واستمر.
أول شيء رح نعمل مقشر عبارة عن قهوة تركية وزيت زيتون، ملعقة قهوة تركية وملعقتين زيت زيتون، ورح نحطهم على اليدين، نفرك فيهم اليدين لمدة 5 دقائق، وبعد كذا نغسلهم بالموية بس. ننتقل للخطوة الثانية، خطوة الماسك. المقشر عملوه 3 مرات في الأسبوع، بس الماسك عملوه يوميا. نحتاج زبادي وعسل وطحينة وشوي ليمون، ممكن لو تتحسس يدك أو فيها جروح من الليمون لا تحطيه. راح أحط 2 ملاعق زبادي وملعقة طحينة، راح أحط 2 ملاعق عسل وعلى عصير كذا قطرات ليمون بسيط. راح أحركهم، راح أحطهم على اليدين وأخليهم تقريبا 30 دقيقة، وبعد كذا أعمل زي السكرابينج لأنه حيجف، فتفركينه وبعد كذا تغسلين بالموية والصابون. آخر خطوة أو ثالث خطوة هي خطوة الترطيب، مهمة جدا. أنا أستخدم مرطب بزبدة الشيا من لوكسيتان لليدين. كرات الجمال للعناية باليدين، فيديو لطيف وكيوت مرة. بما أنه البرد جاء ويعني ما نقدر نحط خلطات كثيرة على أجسامنا ويدينا، هذه الكرات تستخدموها قبل ما تناموا كذا بهالطريقة، ومرة مرة حلوة وتفيدكم كثير كثير. بعدها اهتموا بالترطيب عشان تشوفوا نتائج مبهرة. أول شيء استخدمت اللوز مطحون وطحينة سائلة وحليب بودرة وحليب مبخر. أنا استخدمت اللي في شركة لونا، فيك تستخدمي أي نوع ثاني. حطيت المكونات الجافة أول شيء مع بعض، حركتهم، بعدين أضفت الطحينة السائلة وحليب البوني. تشكل معايا عجينة شوي ثقيلة، كورتها بالطريقة اللي أنتوا تشوفون في الفيديو، تقريبا 7 كور عشان يصير حق أسبوع. أضفت عليها شوي زيت فيتامين إي عشان يحفظها. استخدموها بالطريقة اللي أنا قلت لكم عليها، ولا تنسوا الترطيب.